نهارك اسود يا عبد البديع. ايه السواد ده كله يا منال؟ في ايه؟ انت كده نصبت على الراجل بجد؟ نصبت على الراجل؟ انت هتعومي على عومي وتقولي الكلام الفارغ دوت؟ يا ستي انا اللي متحمل قرف المركز كله، انا اللي شايل رواتب المدرسين والمساعدين ومتحمل قرف الطلبه لوحدي، شايل الهم كله لوحدي وهو نافض ايده خالص. ايه مش من حق اخد اجر تعبي؟ ما انت بتاخد النصيب الاكبر والراجل ما فتحش بقه بكلمه وساكت. دي اخره ثقته فيك يا عبد البديع؟ خسئت. انا مش قادر افهم انت في صف مين؟ انت ويايا ولا وياه؟ انا ويا الحق. انا ويا الحق يا اخوي. عيني عليك يا عم باجد، هيخرج من نقره يقع في ضحضيره؟ انا يا منال ضحضيره؟ النبي يا اخويا تسكت وتتوكس على مصيبتك. ما انتش مكسوف من نفسك؟ عايز تدخل الراجل السجن وهو في السن ده؟ النبي اسكتي اسكتي اسكتي. ليه؟ مش فاهمه حاجه. بقولك ايه، اسكتي وعدي ليلتك والا وحياتك. والا ايه يا عبد البديع؟ قسما عظما يا منال هتعمل ايه؟ وريني كده هتعمل ايه؟ اقولك قوم يا عبد البديع، قوم سيب القهوة دي وقوم، قوم خلينا ننظف مكانك. اروح فين؟ قوم بقولك. ماشي ماشي. الهم ده وسجاير وقرف.